بعثة فريق الأهلي وصلت لمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد الزمالك على ملعب المملكة أرينا بالرياض. خاض الزمالك ميرانو الأول على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استعداداً لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي. حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين، أكد خلالها على ثقته التامة في جميع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة المقبلة. نادي زد أعلن التعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وده بعد خروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر في الفترة الحالية، ولم يتم قيده في قائمة الموسم الجديد. فريق نيس الفرنسي المحترف ضمن صفوف المدافع المصري محمد عبد المنعم تعادل مع فريق ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي. فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تعادل أمام فريق توينتي الهولندي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم بمرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد. برشلونة حقق الفوز على فريق ختافي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم في الجولة السابعة من منافسات الدوري الأسباني. بكده رفع برشلونة رصيده ل 21 نقطة ليبقى في صدارة جدول ترتيب الدوري الأسباني، بينما توقف رصيد ختافي عند 4 نقاط ليبقى في المركز 19 قبل الأخير. النجم المصري محمد صلاح قاد فريقه ليفربول للفوز على فريق ويست هام يونايتد بنتيجة 5-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية. فريق أرسنال حقق الفوز على فريق بولتون بنتيجة 5-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب استاد الإمارات ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وبكده بيتأهل أرسنال إلى دور 16 ثمن نهائي الكأس. اللاعب رافائيل فاران مدافع فريق كومو الإيطالي أعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً بعد رحلة استمرت لأكثر من 14 سنة بعد مسيرة كبيرة جداً في الملاعب شهدت حصوله على العديد من الألقاب المحلية والقارية.